تورادو خطير الكرة. رودريغز تورادو يحاول يسدد، يا سلام في المرمى، الهدف الثاني، جول للمنتخب المكسيكي للاعب اللي يؤدي دور رائع جدا في المنتخب المكسيكي في هذه المباراة، جيراردو تورادو يسجل هدف رائع، تحضير رائع للهجمة، هو الذي بدأ هذه الهجمة وسجل هذا الهدف، وفرحة كبيرة على المدرب خافيير أغويري. شوفوا تورادو، شوفوا رودريغز تابع الكرة، تسليم واستلام، وأيضا تقدم وسدد بيسره لتعانق الكرة شباك الحارس خوزي شيبايوس، وليسجل طبعا جيراردو تورادو الهدف الثاني للمنتخب المكسيكي، يلعب لنادي إشبيليا الإسباني، وهذه هي مباراة رقم 29 الدولية مع المنتخب المكسيكي، الهدف الثالث الدولي لتورادو.